مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتعلم فيه كيفية برمجة خادم خاص ببروتوكول UDP. بروتوكول UDP أو الداتاغرام فهو بروتوكول بسيط جدا مبني على الرسائل، أي أن الكلاينت يرسل رسالة نحو الخادم والخادم يستقبل تلك الرسالة ويقوم بتحليلها، ومن ثم يرسل هو أيضا جوابه للكلاينت للادريس اي بي والبور سورس الخاص بالكلاينت، فهي مبنية أساسا على المساج وليست كالتي سي بي. فالتي سي بي وجب القيام بعملية الكونكت ليتم فتح القناة، حيث يستطيع الكلاينت والخادم من الجهتين الكتابة واستقبال المعلومات، في حين أن UDP فهو بروتوكول مبني على إرسال واستقبال الرسائل فقط. لبرمجة خادم UDP وجب تحميل مكتبات التجرام الخاصة ب UDP. وخلق لانستانس UDP، أي أننا نريد برمجة UDP version 4، من ثم فتح بور بعملية بايند وليس لسن كما هو الحال بالنسبة لل HTTP و TCP. أتبع جملة بسيطة UDP localhost 8.8. هنا نقوم ب UDP on message، أي عند وصول مساج يتم تنفيذ دالة function والرسالة ومعلومات عن الكلاينت. في البداية نقوم فقط بتفقد معلومات الكلاينت. هنا نقوم بإعادة تشغيل الخادم، كما تلاحظون فهو يشتغل. لإرسال معلومات باستخدام بروتوكول UDP هناك طريقتين، إما برمجة تطبيق آخر يلعب دور الكلاينت أو استخدام تعليمات NC. قولوا لي أنها فقط H. فتعليمات NC نستطيع من خلالها استقبال وإرسال المعلومات، مثلا echo hello يطبع لنا هلو في الشاشة. نقوم بإرسال هلو عبر تعليمة NC إلى الخادم. هنا في الخادم سنستقبل الأدريس IP والبور الخاص بالكلاينت كما ستلاحظون. هذه هي الأدريس IP الخاصة بالكلاينت، وهنا البور سورس، إلا أننا لا نجيب هذا الكلاينت، فقط الخادم الذي قمنا ببرمجته يستقبل الميساج ويطبع. الجدير بالذكر مثلا إذا أرسلنا نصا كبيرا جدا، مثلا ناتج تعليمات الدي ميساج، لاحظوا ماذا سيقع. الدي ميساج قولوا لي أن تعليمات هناك فقط خطأ مطبعي لا يريد الخروج. عفوا سأقوم بإعادة هذا الشيء. إذا كتبنا تعليمات الدي ميساج التي ترسل عددا كبيرا من المعلومات في الشاشة، لاحظوا ماذا سيقع في جهة الخادم، حيث أن UDP لا يمكن أن يرسل جميع المعلومات مرة واحدة، ففي كل مرة يرسل قطعة صغيرة من المعلومات التي طلبنا منه إرسالها. أيضا الخادم يستقبل في كل مرة قطعة صغيرة من المعلومات، وهذا راجع لحجم البودي الخاص ب UDP.
تستطيع أيضا طبع النتيجة ب console.logMessage. لا نقوم بالconsole.dir لأن console.dir لا ترجع إلى السطر. كما تلاحظون في كل مرة يطبع معلومات حول الكلاينت والمساج فهو بوفر، لأن UDP يرسل معلومات بينار، والبينار يتم التعبير عنها داخل منصة نوت.js باستخدام البوفر. إذا كنتم مهتمين برؤية شكل المعلومات وجب القيام بميثود toString هكذا. كما تلاحظون ففي كل مرة يطبع قطعة صغيرة. ما نستطيع القيام به هو خادم إيكو، أي أننا نستقبل تلك المعلومات في جهة الخادم ونقوم بإرسالها إلى الكلاينت. سأقوم بحذف هذه الأشياء هنا، نقوم بعملية UDP ودالة فهي سند. هنا دالة سند، يجب تمرير البوفر أي الميساج المراد إرساله، والأوفسيت أي المؤشر الذي نريد الإرسال انطلاقا منه، وطول الرسالة والبور سورس الخاص بالكلاينت والأدغس. والكالباك فهي عبارة عن إيغور وعدد المعلومات المرسلة. فإذا كان عدد المعلومات المرسلة يساوي الطول فإن الأمور على ما يرام، أي أننا أرسلنا كل المعلومات. إن لم تكن المعلومات المرسلة في الكالباك تساوي الطول البوفر فلقد ضاعت قطع صغيرة من ذلك المساج، لأن UDP فهو بروتوكول غير مضمون، أي أن الرسائل يمكن أن تضيع داخل الشبكة نتيجة لمشاكل الشبكات. نقوم بمساج لأن مساج فهو بوفر أيضا، والأوفسيت 0 والمساج لينث و rinfo port و rinfo address function error in bytes. هنا نقوم بتفقد الأخطاء. في حالة الأخطاء نقوم بطبع الأخطاء. في حالة عدم تواجد الأخطاء نقارن in byte. إذا كانت تساوي مساج وانت هكذا، وهنا نطبع كونسول وانجير دان. مثلا نتورك ايرور. نقوم بتجربة هذا الشيء. إذا اشتغلت الأمور على ما يرام فوجب علينا استقبال كلمة هلو، أي أننا نرسل هلو ونستقبل هلو. كما تلاحظون فإننا نستقبل هلو. مثلا إذا قمنا بعملية كات لملف OTC وجب علينا استقبال ذلك الملف. الأمر يشتغل بنجاح، قد كتب دان دان، أي أن القطعتين المرسلتين قد توصل بهما الكلاينت والسيرفر أرسل من جهته بنجاح. يطبع دان مرتين لأن هذا الملف فهو أكبر من البودي الخاص بـ UDP، لذا يتم تقسيم
هذه المعلومات إلى قطعتين. مثلا إذا أرسلنا معلومات أكبر، مثلا نتيجة تعليمات الميساج، لقد قام بطبع دان العديد من المرات حسب القطع التي قام بتقسيمها. وهنا في جهة الكلاينت فهو أيضا يستقبل المعلومات. هناك العديد من البروتوكولات المبنية على اليو دي بي إذا كنتم من محبي الشبكات، مثلا كالتي اف تي بي و تي اتش سي بي، ولها نفس المبدأ، أي أن الكلاينت يرسل معلومات، نستقبل معلومات على الأون ميساج. نستطيع مثلا هنا تحليل الميساج وخلق الجواب المناسب ومن ثم كتابته في الشبكة. وكان هذا هو الهدف من هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس آخر وموضوع آخر.